السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية. في هذا الفيديو سنتحدث عن طريقة إدراج الرموز في برنامج الوورد. توجد عبارات ورموز جاهزة في برنامج الوورد مثل عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير وعيد سعيد وكل سنة وأنتم طيبون ورضي الله عنه وصدق الله العظيم وإلى آخره. طريقة إدراج هذه الرموز هي كالتالي: نقوم بالذهاب إلى Insert ومن مجموعة Symbols أو رموز نذهب إلى هذا الرمز Symbol، ثم نختار More Symbols أو المزيد من الرموز. لاختيار الرموز التي نريد نقوم باختيار الخط. أهم ثلاثة خطوط هي AGA Arabesque، تجد فيها الخطوط التي تريد، مثلا الله أكبر، لو قمت بالضغط عليها مرتين يتم إدراجها. مثلا تريد إدراج هذا الرمز، مثلا رمز الشمعة، مثلا هذا الرمز الزخرفة، أو مثلا جل جلاله، أو صلى الله عليه وسلم، أو عيد سعيد، أو كل سنة وأنتم طيبون، أو كل الحقوق محفوظة، أو سبحانه وتعالى، أو تمهيد، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الشكل، أو الأشهر، أو هذه الأقواس بهذا الشكل. أيضا هناك الخط الثاني هو AGA Arabesque Desktop، تحتوي على رموز هامة مثلا أيام الأسبوع بخط الثلث والخط الفارسي والدرهم والدينار وتمهيد وتهانينا وجميع الحقوق محفوظة والله إلى آخره. أيضا من الرموز الهامة هي الذهبي، نقوم بالنزول إلى أسفل تجد بعض الرموز مثل جل جلاله وبسم الله الرحمن الرحيم. من الخطوط الهامة أندلس، نقوم بالنزول لأسفل تلاحظ وجود رموز مثل جل جلاله ورضي الله عنه ومحمد صلى الله عليه وسلم والله وصلى الله عليه وسلم. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.